للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول المختص بالشان الفلسطيني الاستاذ صلاح الدين العواوده. اهلا بكم استاذ صلاح. الى صدور رافدين 5 قتلى و180 جريح فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرقيه قطاع غزه، كيف تصف الانتهاكات الصهيونيه ضد المتظاهرين في مسيرات العوده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو أن المفاوضات حول التهدئة تعثرت، لأنه أيضا ردود الفعل من الجانب الفلسطيني هذه الليلة كانت عنيفة أكثر من المعتاد. وفق إعلام العدو في الساعة الأخيرة أكثر من 12 صاروخ أطلقت من غزة باتجاه المستوطنات الاحتلال، وهناك صواريخ منظومة القبة الحديدية اعترضت عدد من هذه الصواريخ، وبالتالي يبدو أن الأمور في تصاعد، وأن مستوى القمع الذي تم استخدامه اليوم ضد المسيرات كان يعني أكثر من المعتاد، وأكثر من أن يتم تمريره من قبل المقاومة في ظل الحديث عن تهدئة واتفاق على خطوط عريضة لتهدئة. نعم، هناك بعض تخطيط شركات الصهيونية لمشروع استيطاني جديد في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، كيف تقرأ توقيت المشروع؟ الحقيقة موضوع الاستيطان ليس في الشيخ جراح وحده، ولكن هناك مجموعة من مشاريع الاستيطان الجديدة التي بادر لها الحكومة الاحتلال ووزراء يمينيون من حكومة الاحتلال تحديدا. هناك سباق بين وزراء اليمين في حكومة الاحتلال لطرح مستوطنات جديدة ولطرح مشاريع لدعم الاستيطان وفي القدس تحديدا. يعني هناك خطط، هناك على المستوى التشريعي تشريعات لتهويد القدس، وهناك بناء مستوطنات وطرح مشاريع استيطانية جديدة وتدعيم المستوطنات القائمة، وهذا يأتي في إطار تهويد القدس المتبع في السنوات الأخيرة من قبل حكومة اليمين المتحالفة مع حكومة ترامب اليمينية الصهيونية التي تؤمن بأن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية. نعم، في السياق هناك أنباء عن اعتداءات على 20 سيارة لمواطنين فلسطينيين في قرية يافا النصر المحتلة، يعني هذه الاعتداءات بماذا تفسر؟ زيادة الانتهاكات، أحد هذه الاعتداءات أودت بحياة عائشة الرابي. صحيح، هذه الانتهاكات وإن كانت يعني زادت بحجمها وتأثيرها المؤلم في الأيام الأخيرة، إلا أنها متبعة أيضا من قبل ما يسمى شبيبة التلال أو نعرة جبهوت، وهم الفئة الأكثر تطرفا من الصهيونية الدينية في دولة الاحتلال، وهذه الفئة في المجتمع الصهيوني متزايدة وبدت واضحة في السنوات الأخيرة، وهناك حتى يعني انتقادات من داخل المجتمع الصهيوني لتزايد نفوذ هؤلاء ولزيادة أعمال الإرهاب التي يقومون بها، وهناك لوم وتوجه أصابع الاتهام لجهاز الشباك لدى العدو، جهاز المخابرات الذي يلاحق الفلسطينيين ويكشف العمليات في خلال فترة بسيطة، ولكنه لا يستطيع أن يلاحق هذه الفئة التي تقوم بالاعتداء على الفلسطينيين بإتلاف المحاصيل، بحرق بعض العائلات مثل ما حصل مع عائلة دوابشي، وقتل المواطن الرابي قبل ايام، وجرائم ليليا ترتكب في الضفه الغربيه، وفي كل ساعه يتم ارتكاب جرائم اما ضد السيارات او ضد المواطنين او ضد مزروعاتهم. نعم. او ضد محلاتهم التجاريه. نعم، في اطار الحديث عن الانتهاكات استاذ صلاح، يعني كيف تقرا تصديق اللجنه القانونيه في برلمان الاحتلال على مشروع قانون، هذا القانون يمنع زيارات المعتقلين الفلسطينيين؟ هو كل هذه الإجراءات سواء إذا تحدثنا عن غزة أو تحدثنا عن الاستيطان أو عن تهويد القدس أو عن قانون القومية أو مشاريع القوانين المطروحة لإعدام الأسرى أو لمصادرة بعض الحقوق وبعض الامتيازات التي يتمتعون بها أثناء وجودهم في الأسر، كل هذا يأتي في إطار التوجه نحو اليمين المتطرف، التوجه نحو التدين ونحو التطرف، حتى سمي التوجه نحو الفاشية من قبل اليسار الصهيوني، وبالتالي الكيان الصهيوني كله يتجه بشكل متسارع نحو اليمين
ويتحول من دولة كانت تعتبر في العالم الغربي وحتى نفس القيادة الإسرائيلية كانت تعتبرها دولة ديمقراطية إلى دولة يمينية عنصرية تتحلل يوميا من القيم الديمقراطية ومن الصفة الديمقراطية التي كتبت لها في وثيقة الاستقلال. نحن نعيش نعم مرحلة جديدة في الكيان الصهيوني، مرحلة توجه نحو الفاشية ونحو اليمينية والعنصرية، وفي تخلي واضح عن ما كان يعرف عنها كدولة ديمقراطية. الأستاذ صلاح الدين العواودة المختص بالشأن الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.